مناشدتهم عدم الاستهزاء بمعاناتهم ومطالبتهم بمستحقاتهم كان هو الذنب الذي استحقوا عليه إطلاق الكلاب البوليسية عليهم والصعقة الكهربائية والضرب. موظفو وأطباء هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء منذ أكثر من أسبوع في مواجهة بطش الميليشيا التي واجهت تظاهرهم وإضرابهم الذي استثنوا منه أقسام الطوارئ والعناية للمطالبة برواتبهم بكل أشكال القمع بدءا من التهديد وصولا للضرب والاختطاف. 5 أشهر مضت لم يستلم خلالها الموظفون رواتبهم فضلا عن التدهور الشديد في الخدمات الطبية والصحية وعجز في توفير مستلزمات المستشفى تزامن مع الزيادة في رسوم الخدمات المقدمة أضعاف ما كانت عليه كإجراءات فرضها 2 ممن تعاقبوا على إدارة المستشفى والمعينين من قبل الميليشيا بحسب مصادر. احتكار خدمات المستشفى الأكبر في العاصمة وتخصيصها لعناصر تابعة للميليشيا وجرحاها فقط دون بقية المرضى هو ما تسعى له الميليشيا وفق إجراءات غير قانونية قامت بها كتقليص وجبة الغداء الخاصة بالمرضى والموظفين وتخصيصها لعناصرها الذين أعفتهم من كل الرسوم وخصصت لهم الصيدلية الداخلية إضافة لاستجلاب متطوعين ينتمون للميليشيا يفتقرون لأدنى المؤهلات. يزداد فساد الميليشيا وحجم انتهاكاتها ويتصاعد معها غضب الشارع الناقم عليها ما قد ينذر بثورة تقتلعها.